نعم كل هذا كانوا يسكنوا في في حنا عندنا واحد الجهه هكذا تاع بيتونفيل، وهذا بيتونفيل هذه عندها تقريبا 50 سنه والله من وقت الثوره الاستقلال، وهي بيتونفيل مسكين اسمها لاندريول. وين جاي راح لهم راح لهم آه في سطيف في سطيف ايوا راح لهم جابوهم لاندريول الباطيمات الباطيمات هذوما يسميهم لاندريولي بقاو باسم الحي القديم. هذا الناس فقراء، بويو هذا ما عندوش زوالي، انا نعرف حمال ساعه يحمل ب 20 ساعه ما يحملش. نهار ما يحملش نهار ما يحملش مسكين للغابه يروح يسكن باش ما يروحش للدار. وين يروح؟ والصباح نسمع فيه اقسم بالله غير انا عند رايح اصلي الفجر نسمع فيه من الحيط الحيط يقول يا ربي هديني والله غير دعيك. بنو هذا مسكين جات مو دخلته باش ينطرينيك ومن بعد نشوفه هنا يسرطي ويجي مسكين ندغلس. هو واش ني يروح للكنسة يجي ينطرني في الأصال عندكم؟ ها ها ايوا في الأصال يروح للكنسة مسكين يديهم القراع ويديهم كذا يجي خامت ويروح يبيعهم كشما يدي 500 ألف فرنك وذلك يروح يشري محليب وخبز للدار. وبعد جاو الشناوة، كي جاو الشناوة قال لهم الشناوة ياكلوا الكلاب وياكلوا القطوط وذاك ولا الدر عادوا يربيوا الكلاب. هو يدي الكلاب للغابة باش يتونس مع الكلاب والجرات تاعها يرضع على الكلبة. ولا هكا عطي هذاك ثم ويدي الكلاب ويقول له مسيو 200 دينار يعني 220 الكلب يبيع الكلاب ماشي وحده هو سلسلة وجماعة آخرين يبيعهم للشناوة. ها يبيعهم للشناوة ايه هم كانوا اللي باصين على طوروت هذا كانوا اللي الشناوة يديو لهم الكلاب يديو لهم القطوط يبيعوها لهم باه يجيب مسكين 20 الف والله هذا نلقاه مسكين في متمرمد خطره زوج ثلاثه واللي زونترينر ما حبوش يقبلوه واللي تقول نديه للحمام نعطيه ساعه ساعه مصروف هكذا واللي يروح ينحي هذوك الزباله نمدلو انا نولي نسلك له سيرفات نسلك له كيمونو نسلك له كذا ونهضر مع اصحابه وهاو في حل وهاو لعب مليح لازم تعاونوه نديروا له كادو بلا ما على بالهم وبلا ما تطول على باله. شحال في عمره هذا الاخ تونسي؟ دوك طول هذا راهو سنه عدي الباك. راني طلع عمل البيام عام الاول عنده ثلاث سنين طلع البيام طلع ب 16. وليكور نسلك عليه ليكور نسلك له باش يزيد يقرا باش هذاك ونوصيه نقول له حافظ على بويك. بويك راه مسكين ميزيري ونعرفه يخدم معايا ويخدم في الباطوار هو مسكين يخدم الباطوار ونقول له ادعي له برك ما تكونش كيما هو لازم تكون عالم. والله غير يفرح مسكين دوكا راهو سنة عدي باك ان شاء الله ربي ينجحوا وبيو نتلاقى انا وياه في الصلاة الصبح في الجامع. حبس الشرب عفا عليه ربي ان شاء الله ومازال حمال والله غير مازال حمال. ها يا سيدي لا هدين الله روحوا للباطوار تلقاهم الحمال هذوك عندهم عائلات دخلهم في الشركات دير له شهرين ما تقدرش دير شهرين واحد تخليه انت يولي يروح يسكر والله يروح يدير في عيال الشر وبنو يخرج كذا وبنته تخرج كذا هما داروا نهار الاول والله يا نور الدين والله ما نكذب عليه يا هذه غير شهاده قال لي احنا بالذنبه الدينارات جالتهم للمعتقلات وكذا باش نساهم يخرجوا يفعلوا ويتركوا حاشاكم